من مرصد فضيلتكم الخاص وفضيلتك عركت الحياة وعركتك، هل ترى أن مثل هذه البرامج والوعد الحق وتذكير الناس بالآخرة يجدي نفعاً مع ما نراه من كل هذا الغث على وسائل التواصل الاجتماعي من أغاني وموسيقى ورقص ولهو وملذات الحياة؟ دخلت أنت إلى قاعة شديدة الظلام، نعم، وفيها مئات من البشر، ولكن أحدهم أشعل عودة ثقاب أو أنار المحمول اللي في يده. ما الذي يلفت نظرك في القاعة؟ المحمول هذا، بس هذا عودة ثقاب، ومضة نور من كلمة صادقة تهدي قلوبا أنت لا تدري كم. لماذا اختنقت بالكلام يا ابني؟ الكلام وتغرورق عينيك بالدنيا، الكلام المؤثر أنا أعلم مدى تأثيره، لأنه يجب أن يكون خالصا خالصا من الهوى. أنا مش بتكلم عشان واحد يعجب بي، لا، نحن أمناء على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.